السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ إن شاء الله تمام. مش عارف طبعا ليش الإضاءة هيك، مرة بتزبط أو المهم. اليوم إن شاء الله تعالى معانا موضوع تعبير عن السياحة باللغة الإنجليزية، وبدنا ناخذ برضو إيش فوائد وعيوب السياحة. صراحة أنا بعبشت، قلت يا عمي معقول في عيوب للسياحة؟ صحيح في بعض العيوب للسياحة، ولكن أنا برضو الموضوع عملته على أساس إنه يكون بسيط جدا جدا جدا، ما تطرقش لكثير شغلات. فالموضوع بشكل عام عن السياحة، عيوب ومميزات يعني السياحة، وإيش بتفيد الدولة وإيش ممكن تضر الدولة بشكل عام. زي ما قلت لكم طبعا في كل فيديو بنحكي فيها مواضيع التعبير، الموضوع كامل حيكون بالديسكريبشن إن شاء الله تعالى، وأي سؤال بدك إياه حضره خلال إيش ما بتحضر الفيديو قبل ما نخلص ايش ترجمة الموضوع كامل ان شاء الله للجميع. تمام، فنبدأ بسم الله. موضوع عن السياحة مميزاتها وعيوبها. Tourism is one of people's favorite things. It's traveling from one country to another for specific purposes. It can be for entertainment, discovery, education, visiting, and many other reasons. We love traveling around the world to see many places like the Great Wall of China, Pisa Tower, Al-Aqsa Mosque, the Pyramids, and some other places. The importance of tourism strengthens the economy of the country, getting new people every day, spreading its culture. Tourism has many disadvantages too, like stealing heritage, sell drugs, and several things. Finally, tourism has many advantages and disadvantages, so we have to deal with it wisely. تمام، هذا الموضوع بشكل عام. الآن بدنا نبدأ إن شاء الله بالترجمة، فركزوا معي منيح. Tourism is one of people's favorite things. السياحة تعتبر واحدة من الأشياء المفضلة لدى إيش الناس. It's traveling، طبعا نعرفها traveling السفر، from one country من دولة to another إلى دولة أخرى for specific purposes لأغراض معينة أو لأغراض خاصة. الجملة اللي وراها it can be for entertainment اللي هو إيش ممكن تكون للمتعة، discovery عن استكشاف، education تعلم أو تعليم، visiting زيارة، and many reasons وبعض الأسباب أو العديد من الأسباب الأخرى. We love traveling، نحن نحب السفر around the world حول العالم، to see many places لرؤية العديد من الأماكن، like the Great Wall of China اللي هو سور الصين العظيم، Pisa Tower اللي هو سور الصين العظيم طبعا في الصين، بيزا تاور لو اعتقد في بيزا تاور. يا جماعة وين بيزا تاور؟ ايطاليا، شايفين علي ضوان الناس، بس هدور عليها. الاقصى موسك اللي هو المسجد الاقصى طبعا موجود في فلسطين في القدس. طيب the pyramids موجودين طبعا وين؟ في جمهورية مصر العربية، and some other places والعديد يعني او بعض الاماكن الاخرى. الان بدنا ننتقل احنا لايش؟ لمميزات السياحة. بس طبعا ما قلتش انا طبعا advantages، لا اهميتها قلت بشكل عام، ولكن هذا بتقدر تقول هي مميزاتها. the importance of tourism طبعا اهمية السياحة. strengthens the economy of the country، تقوية الاقتصاد في البلد. getting new people every day اللي هو ايش؟ الحصول على او يعني انه كسب العديد من الاشخاص والعديد من الوجوه الجديدة في الدولة بشكل ايش؟ مستمر او بشكل شبه يومي. spreading its culture اللي هو انه ايش؟
نقل او نشر الثقافه الخاصه بالدوله الى الدول الاخرى. يعني الحين السائح لما يروح مثلا على ايش، على مصر، حيشوف كيف تعاملهم، كيف وضعهم، كيف الدين، كيف بيتعاملوا مع الناس، وحيروح ايش ينقل ايش لدولته. حيروح على فلسطين يشوف كيف تعاملهم وينقل على دولته، حيروح على الاردن على بعض المناطق زي البتراء وغيره، حيروح على السعوديه، يعني على اي دوله فيها اماكن سياحيه ويروح ايش ينقل ثقافتهم. الجمله اللي وراها Tourism has many disadvantages too. طبعا احنا خلصنا من ايش، من المميزات، الحين بدنا ننتقل ايش للعيوب. Tourism has many disadvantages too. يعني انه السياحة لها ايضا بعض او العديد من العيوب، like مثل stealing heritage اللي هي، او ممكن اقول heritages اللي هي ممكن تقول سرقة التراث او الاثار الخاصة بدولة معينة، ممكن تصير هذا عن طريق بعض السياح. طبعا هو بكون سائح، بكون واحد نصاب جاي يسرق. sell drugs لو ايش، بيع المخدرات. طبعا برضو ممكن تلاقي سياح بروح بهرب بشكل شبه دوري، وممكن يمسكوه ممكن ما يمسكوهوش في الدولة هذه، يعني انه حامل المخدرات، ولكن برضو بتصير. And several things وبعض الأشياء الأخرى. Finally في النهاية، tourism has many advantages and disadvantages. طبعا السياح لها عيوب ولها مميزات وعيوب. So we have to deal with it wisely. عشان هيك لازم نتعامل معها إيش بحكمة. Wisely آخر كلمة اللي هي إيش بحكمة. طبعا جاي من كلمة wise أو wise man اللي هو إيش، من wise man الرجل الحكيم. أي إشي بدكم إياه على التعليقات تحت إن شاء الله تعالى، وأي سؤال استفسار، كلمة مش فهمها، كلمة حابب أنه نلفظ لك إياها إن شاء الله تعالى، بلغنا عشان الجميع يستفيد. تابعوني لكل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.